أكد المترشح للرئاسيات علي بن فليس أن برنامجه يرتكز بالأساس على حلول للمستعجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبناء ديمقراطية تكرس سيادة الشعب وتحافظ على الدولة الوطنية. باش تحافظوا على الدولة الوطنية، شفتوا السكوت واش مليح؟ شفتوا الانضباط واش يجيب؟ هذه هي الدولة اللي نحلم بها أنا والشعب، كل كلمة واحدة. ما يرجع استعمار، ما ترجع مذلة، ما يبقى فقير، ما يبقى مريض يطيش في الشارع، ما يبقى متسول طلاب في الطريق. هذه باش تتبنى؟ تتبنى بالانضباط متاع الشعب. ولا ينضبط الشعب مع دولته، ولا ينضبط الشعب مع دولته، ولا يدافع الشعب عن دولته إلا إذا كانت الدولة من صنعه، وإلا إذا كانت الدولة من صلبه. ما يرضاه الشعب وما يبتغيه الشعب وما يريده الشعب، هذا هو اللي يبني الدولة الوطنية. إذا كانت الوطنية عفوا في 62 بعد الاستقلال تاع الجزائر، بعد افتكاك الاستقلال، الاستقلال تاع الجزائر لم يكن هدية أعطيت للشعب الجزائري، بل هو افتكاك بعد تضحيات وتضحيات وتضحيات، جابوا الشهداء والمجاهدين الاستقلال. فالوطنية كانت إذن في 62 إعادة بعث الدولة الوطنية للوجود. المترشح علي بن فليس تطرق إلى أهم الأولويات المبنية على إعادة الاعتبار للأسرة التربوية والصحية والشباب والدفع بالصناعة والفلاحة والسياحة وقطاع الخدمات والاهتمام بفئة المتقاعدين.